مركز مع الخايب وانا المتسبب فيه، ولازمنا الكل نكون واعيين بمبدا المواطنه. التحاليل الإيجابية تفوق 50% لليوم الثالث على عندي قصة طويلة مع بلاد شراءات ولا تسديد العقود مع تونس. وناشت وكبرت وعرفت اللي ما فما حد ينجم يقرر في بلاصتي، تتفهموني في الأخ. وزاد عرفت اللي تونس بلادنا مجرد رقعة جغرافية ونحن نتحكم فيها، يعني إننا نتطور ولا نبقوا في الحالة اللي نحن فيها الكل بيدينا، والحاجة هذه جهلوها الناس اللي كبرت قدام الكل. والأخطر من هذا اللي أنا بيدي كنت نجهل معنى المواطنة، ووقت اللي عرفت حقوقي وواجباتي كمواطن حياتي تبدلت من أنا لأنا. يا بيه يا حيوان، في بالك بشي عملوا مظاهرات تصلح البلاد هذه ولا نبقي منها قائمة البلاد هذه؟ شدت على روحي ما يمنيش فيها من قوي يا ربي معهم، زيدنا شوية. الحكاية بدت من الأول مع أول خبزة جاتني، أنا عرفت اللي فما اثنين دين نجم نختارهم، يا نجبد روحي ناكل الكل وحدي، نزرع الشوك، نسيب عيوبي ونركز مع عيوب الناس الآخرين، يا نقسم مع الكل، نكون واحد من المجموعة، نضرب معهم ويضربوا عليا، نزرعوا مع بعضنا الورد، وكل واحد فينا يركز مع عيوبه ويصلحهم باش نطوروا الكل مع بعضنا. وهنا عرفت اللي فما نوعين مني أنا، أنا اللي نطيش الزبلة في كياس خاطر الناس كل طيش زبلة في كياس، وهنا أنا نكون سايبت عيوبي وركز مع عيوب الناس الآخرين، وزيادة فما أنا، نساهم في نظافة بلادي، ما نطيش الزبلة في كياس، وهكا نكون قدوة باهية. ونأثر على ناس دايرين بيه الكل، وهنا تبين أهميتي كمواطن، وقت اللي أنا بفكرة واحدة قادر نبدل مصيري ومصير بلادي معاي، وفما أنا وبرشا كيفي أنا، كل واحد فينا لكش مع شيطانه يضر في روحه، وجهل اللي كيف يضر روحه يضر بلاده معاه، وهنا نرجع للفكرة الأولى، اللي بلادنا تتكون منا الكل، ولازمنا الكل نكون واعيين بمبدأ المواطنة، أنا المواطن نحب بلادي، متعلق بأرضي. ومازلت لتوا محافظ على عادات والتقاليد، نخزر كانت طبيعة بلادي ونحب نطورها، وأنا ناكر في أصلي، نوج على الخروج، وأنا ما حاولتش في بلادي، مركز مع الخايب وأنا المتسبب فيه، فما برشا كيفي أنا، وزادة فما برشا كيفي أنا، وهكا نفهموا كل اللي كل واحد فينا ينجم يقرر مصيره وحده، لازمك تكون مواطن صالح وواعي بمعنى المواطنة، تبني روحك وتساهم في بنيان بلادك، تاخو حقوقك الكل وتقوم بواجباتك. باش تكون واحد منا تضرب معانا ونضرب عليك باش نبنيو تونس ما خير. وما تنساش حياتك بيديك، تونس بين يدينا. مركز مع الخايب وانا المتسبب فيه، وانا ناكر في اصلي، نوج على الخروج، وانا ما حاولتش في بلادي، لازمنا الكل نكون واعيين بمبدا المواطنة. Thank you.